ما عليك، الشباب اللي طلبته ناطرينك برا كرمال الانترفيو. ايه اوكي اوكي جريت توني ثانكس توني. يلا فوتهم فوتهم. يلا وقفوا حد يوم. تشرفوا معالي. انا الشباب. مرحبا عليك. هلا معاليك. شو كنتوا تشتغلوا هذا الشباب انتوا؟ نحن بشركه سكيورتي. ايوه عز الطلب، برافو توني. يعني جدعان ابضيان. نعم اكيد بنعجبك. اي عان عان عان. بس سؤال معليك، حضرتك بدك حرس شخصي لإلك يعني؟ لا لا الحمد لله، كتار بدي جارديه ما شفتون تحت قبل ما تطلعوا. لا الحمد لله صراحة، لا بدي شخصين كرمال اجري. كرمال اجريك؟ ايه باردون باردون عضك الجاردون. طوني رح فسركم أكثر شباب، كيف بدي قلكم؟ بدي شخصين يعني كل واحد منكم يهديني إجر من إجريي ويشدني نزول 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 حتيني أثبت كثير منيح على الأرض. لمؤاخذة معالي الوزير، بس ما فهمنا ليه يعني؟ رح فسركم ليش؟ حبيبي لأنه عمه مو جنرال وقتها كان رئيس أكبر كتلة مسيحية وما كان في شي بيهديني وقتها، كيف هلا رح يصير رئيس جمهورية؟ شو بعد يهديني انا؟ طوني حس حالي هلا عم بطل، هدوني بليز هدوني. شو بعد يهديني؟ عمو رئيس جمهورية وهدوني هدوني وعم عبده ودوني هدوني اكثر هدوني. يلا هدوني. روح يا خيي روح. شو بهديك يا خيي؟ شو صار له؟ شو قالوا؟ ماشي قالوا انت شو بهديك؟ شو بهديك؟ وانت توني شو اللي بتعمل هون؟ روح جيب الاثنين غيرون. يلا يلا ولا شغلتك ومشغلتك تتضحك على نكتي. وانا كنت اكتب على الحيطان.